التي حملت بنظريتها مجموعة من المعلومات استفدنا منها جميعا، هذا لا ننكره. باختصار، من أجل التفاعل مع الموضوع وإغنائه، ألاحظ أن عندما يتدخل العلم في الإنسان أو يقوم بتعديله بشكل جيني، فإننا لن نتحدث عن إنسان، أو السؤال ما هو هذا الإنسان الذي يبحث عنه العلم. فالإنسان لديه مجموعة من المقومات تميزه عن باقي الكائنات الحية. الإنسان كائن حر، كائن إرادي، كائن يختار، لديه كرامة. فبالتالي عندما يتم ترويضه فكريا عمليا، ما مآل هذه المقومات؟ وسوف نتعامل معه كشيء، أن أوبجي، كوسيلة لبلوغ غايات نفعية. فبالتالي عندما يتدخل العلم في الإنسان، لن نتحدث عن إنسانية الإنسان، بل إننا سوف نتحدث عن إكس، شي اسمية واحدة أخرى لا أدري. وتحية لكم جميعا.